المسألة ديال انتهاكات ديال حقوق الإنسان التي قد تقل أحيانا وتستأنف أحيانا حسب الأزمنة وحسب الظروف وحسب موازين القوى المطروحة، يعود سبب استمرار هذه الانتهاكات بوسائل قد تكون متغيرة، بمسؤولين قد يكونوا متجددين، السبب العميق في وجودها وفي استمرارها هو أن المغرب لم يحقق حتى الآن الديمقراطية الحقيقية. وعندما أقول الديمقراطية فإن لها متطلبات وأسس، في مقدمتها وجود دستور ديمقراطي في إعداده وفي محتواه، وهذا لم يتحقق حتى الآن، إذ أن الدساتير التي عرفها المغرب ومنها دستور 2011 تعتبر دساتير ممنوحة، بالرغم من كون الدستور الأخير شكلت له لجنة. ولكن على كل حال فإن هذه اللجنة غير منتخبة، وإنما هي معينة من طرف الملك، مع أن المقتضيات الدستورية تقتضي بأن يضع مسودة مشروع الدستور قبل أن يعرض على الاستفتاء من طرف مجلس تأسيسي منتخب، أو على الأقل من قبل منظمات يشهد لها التاريخ النضالي بتضحياتها وبنضالها من أجل تحقيق الديمقراطية، أي مؤسسات ومنظمات ديمقراطية متوافقة عليها. فهذا لم يحدث، فمشروع المسودة لم يوضع من قبل مجلس منتخب أو هيئة منتخبة، ولا من قبل هيئة وطنية متفق عليها مشهود لها تاريخيا بالنضال من أجل الديمقراطية. إذن هذا المتطلب الديمقراطي لم يتحقق من حيث الإعداد، من حيث المحتوى ديال الدساتير السابقة والدستور الحالي والذي نتكلم عليه لا تتوفر فيه متطلبات الديمقراطية، إذ أورد العديد من الاختيارات المهمة في مجال حقوق الإنسان، ولكن أغفل العديد من الاختيارات المهمة التي يلح الشعب المغربي في ويطالب في تحقيقها، وهي التي تستجيب لرغباته الحقيقية. مثلا على المستوى الاختيارات الأساسية، لم ينص الدستور على أن مصدر جميع السلطات هو الشعب، هذه مسألة. لم ينص الدستور كذلك الحالي على التوزيع العادل للثروة. لم ينص الدستور على الضمان الاجتماعي من جميع الآفات التي قد يصاب بها المجتمع من مرض ومن بطالة إلى آخره، هذا على مستوى الاختيارات. فيما يختص بالسلطات والعلاقة فيما بينها، إذ من المعروف أن كل دستور ينص على سلطات معينة تشريعية وتنفيذية إلى آخره، وقضائية، وعلى علاقات الفصل بينهما. ما يلاحظ في هذا الدستور الحالي كسابقه هو عدم الفصل بين السلطات، إذ أن المؤسسة الملكية تهيمن في الدستور الحالي كالسابق على جميع السلطات التشريعية وعلى المجال الديني وعلى المجال السياسي وعلى مستوى تشكيل الحكومة وعلى المستوى الاقتصادي، وكذلك تهيمن على المجال المؤسسات المتعلقة بالجيش وبالحقل الديني، وكذلك بالمؤسسات المتعلقة بالأمن كذلك. إذن هذه فيما يختص بقضية أو مسألة الفصل بين السلطات التي هي من أسس الديمقراطية. فيما يختص بالقضاء، لا زال الدستور الحالي رغم أنه جاء بشيء جديد فيما يختص الضمانات المتعلقة بالقضاء وبالسلطة القضائية، إلا أن فيه هناك العديد من الثغرات التي تسمح للسلطة التنفيذية بالتحكم في استقلال القضاء.